السلام عليكم، كيف الحال يا شباب؟ طبعا مقطعنا اليوم راح يكون كيف تحصل على الفي بوكس المجاني من فورتنايت وشرح كل التفاصيل. طبعا شباب، قبل بداية مقطعنا اتمنى من كل شخص فيكم يشوف المقطع مو مشترك في القناة، من يشترك فيها وفعل زر الجرس، لا تنسوا اللايك، لا تنسوا كود ايتم شوب YZYZET. وقبل ما نبلش شباب، شكرا لكل شخص انتسب بالقناة، ويلا خلونا نبلش مقطعنا. طبعا شباب، مثل ما تعرفوا كل فترة فورتنايت تعمل اشي اسمه مجتمع المعارك كوميونيتي باتل، يكون في زي افرقة تنضم لهم، عندك زي تحديات بسيطة تعملها في اللعبة، وفي منها كان مجتمع على في بوكس، مجتمع معارك على في بوكس او على جوائز ثانية مثلا بيكاكس واشياء ثانية. المجتمع اليوم اللي تحبوه اللي هو على في بوكس، طبعا رابط الموقع اللي قدامكم بيكون في الوصف، بتفوت عليه بالاول بتسجل حسابك اللي هو حسابك اللي بدك عليه الفي بوكس والاشياء هاي. تمام يا شباب، بعد ما تسجلوا في الموقع بيفتح عندكم بالشكل هذا، بحولك على قائمه التيمز شايفينها، هذه الافرقه. طبعا الفعاليه كلها عن افرقه كره السله، نسيت اتكلم الافرقه كره السله الحقيقيه الموجوده بامريكا، يعني مثلا فريق لاكرز، شيكاغو بولز، ما اعرفهم كثير انا، بس اللي يعني متعاقدين معهم، وراح نزلوا لهم سكنات في اللعبه، وراح نزلوا حزمه اللاكر لمشهورين من لاعبين السله انت بتشوفوا قدامكم، وبالاضافه الى انه راح ينزل سكنات بتيشيرتات كره السله الامريكيه نفسها. يعني في شغله لازم اذكركم فيها، انه في ناس مرات بتقول لي يا زيد انا انضميت لفريق المجتمع المعارك اللي قبل زمان، يعني تنضم لفريق وبيطلع له انه دخل فان معجب وهيك ما بربح في بوكس او ما بربح الجوائز. التيم مثلا هاي بالفعاليه هاي شايفينه، التيم فولو يمتلئ على 15000 مثلا هاي الفعاليه، لو جيت اعمل فولو بصير فان، انا هيك فان معجب ما بكون عضو، بكون زي كاني معجب للتيم، فبقدر اساعدهم بالتحديات المطلوبه مني، بس ما بقدر اخذ في بوكس. لو عملت التحديات ما بحصل على في بوكس، بس ممكن احصل على بخاخ، بينما لما اكون عضو وجبت من المراكز المطلوبه مع تيمي بقدر اجيب اللي هو الفي بوكس. فقبل ما تنضم للتيم بتاكد انه ما يكون فول وبتعمل جون. الفولو بتخليك تنضم كفان، ما بدنا فان، احنا بدنا جون يعني انضمام كعضو. فانا بختار شيكاغو لانه في بس 1000 تقريبا انضمام، بقول لك ما بتقدر تغير قرارك اذا اخترته. ليتس جو ويصير يصير. شوف شو كتبوا لي، يو ار ناو ا تيم ممبر. كلمه ممبر هاي او عضو هي اللي بدنا اياها، كلمه فان مشكله ما راح تحصل على في بوكس، فحاول انضم لتيم ما يكون فل، يكون في عدد يعني في فراغ تقدر تنضم. طيب شو الجوائز يا زيد؟ جوائز حلوه، اذا كنت مع تيم وجاب المركز الثالث بتحصل على 100 في بوكس، اذا كنت بتيم وجاب المركز الثاني بتحصل على 300 في بوكس، واذا كنت بتيم جاب المركز الاول بتحصل على 500 في بوكس، بالاضافه الى حقيبه الظهر اللي قدامكم شكل كاس عليها كره سله. فالمركز الاول خرافي جائزته، يعني تخيلوا حقيبه بالاضافه ل 500 في بوكس. واتوقع في سبراي هون بخاخين شايفينهم، بخاخ وبنار. اذا خلصت ثلاث مهمات من مطلوب منك المهام اللي فوق بعطوك البخاخ، سواء كنت فان او ممبر بتحصل هاي الجوائز. بديش الخبطكم، يعني العضو هو الاشي المهم، هو اللي عن طريقه بتحصل على في بوكس وعلى كل اشي، بينما لما تكون فان داخل على تيم ممتلئ وحطوك فوقيه يعني مع التيم، بس بتسوي التعديات وممكن تربح هاي الاشياء بس. التاسك الاول المهمه اليوميه الاولى، وهي المهمه الثانيه بتفتح بكره على الساعه 7 اتوقع. طيب هاي الثالثه، اليوم الثالث واليوم الرابع واليوم الخامس نتفق اتفاق حتى نشرح لكم المهام، يعني هاي بشرحها الان، الثانيه بس تنزل بصورها بشرحها بالعربي في ستوري الانستغرام، رابط الانستغرام بيكون بالوصف، ادخل وتابعني حتى بس انزل ستوري يبين عندك الستوري، فكل التحديات هاي راح اشرحها بالستوري كل ما تنزل على طول. طيب الاولى مطلوب منك انك تلعب 24 دقيقه باي طور، سولو دو تريوس سكواد، يعني بعد ما انضميت لتيم امورك تمام بدك تخلص التاسك الاول. المهم الاولى بعطوك 1000 نقطه، ال 1000 نقطة بترفع تيمك 1000 نقطة، تخيل. وكيف تيمك تجيب المركز الأول؟ عن طريق هاي النقاط، كل ما الأعضاء جابوا له نقاط أكثر كل ما صار أول أو ثاني أو ثالث وهكذا. بالنسبة لهذول الثنتين السبراي اللي هون بيقول لك خلص ثلاث مهمات من اللي فوق، يعني السبراي هذا راح تحصل عليه لما تخلص المهمة الأولى والثانية والثالثة. عندك البانر بحكي لك سكور أ فورتنايت بانر وين يور كومبليت، هاي مو فاهم يعني مطلوب منك تخلص خمسة من اللي فوق هون ولا المهمات اليومية؟ المكتوب ديلي تاسك، وين الديلي تاسك؟ مو عارف. في هون شباب الليدر بورد شايفينها هاي اللي فوق، هاي بتوريك ترتيب الأفرقة. حاليا بقول لي إنه مسكر، راح يفتح ب 22/5، ترتيب الأفرقة راح يبين عندك ب 22/5 يعني بعد ثلاث أيام من الآن. فأنت بتسوي المهمة الأولى والمهمة الثانية المطلوب منك، وبضل تفوت عند تيم ستيت أو ليدر بورد حتى تبين عندك قائمة الأفرقة، مين متصدر مين مش متصدر، تبين عندك بعد ثلاث أيام. وطبعا هسه في ناس سألني الفي بوكس لمين راح يروح، مثلا تيمك جاب الأول كل عضو بالتيم بيربح 500 في بوكس وحقيبة، تيمك جاب المركز الثاني كل عضو بتيمك بيربح 300 في بوكس وهكذا.
خلينا نشوف شباب، يعني لو انت تيمك جاب الاول او الثاني او الثالث متى راح يجيك الفي بوكس. لازم نشوف هاي نقطة مهمة شباب، بقول لك انه ممكن النقاط تنحسب لك، مثلا واحد عمل مهمة من المهمات المطلوبة ورجع شيك على الموقع ما انحسبت النقاط، يعني ما طلع له انه خلص مهمة، بحكي لك انه ممكن تاخذ ساعة حتى تبين في الموقع. في ناس راح تصير فان غصب عنها، مو قادر ينضم لاي تيم، مثلا كل افرقة فللت فهو بده يشارك باي شيء. نفترض انه انت شخص اجيت شفت المقطع متأخر والموقع كله فلل، انضمت لتيم وهذا التيم سفاح والتيم جاب الاول وانت منضم له كفان وجاب الاول، ما راح تربح في بوكس بس راح تربح معاه الحقيبه. وقت الفي بوكس ما بيعطوا للناس الفان بس بيعطوك الاشياء الثانيه زي السبراي والاشياء الثانيه، راح يعطوك حقيبه الظهر حتى لو كنت فان، المهم تكون تيمك الاول. وزي ما تشوف مكتوب الفي بوكس والاشياء راح تنضاف بحسابك خلال 30 يوم. فبس يا شباب يكون شرحت لكم كل شيء بالنسبه لهذا المجتمع المعارك بالتفصيل المفصل، كيف لما تكون عضو وكيف لما تكون فان غصب عنك، طبعا بتكون فان انت مو برادتك. فبس يا شباب يكون وصلنا نهايه مقطعنا، واتمنى بكل شخص فيكم استفاد المقطع انه ينشر كل مكان حتى الكل يستفيد. اذا عندكم اي سؤال اكتبوا بالتعليقات راح اساعدكم، اذا ما كنتم مشتركين في القناه اشتركوا فيها وفعلوا زر الجرس، لا تنسوا اللايك، لا تنسوا كود ايتم شوب واي زد واي زد اي تي. وبس ربي يسعدكم على كل شيء، مع السلامه.